توافق مصري إيطالي حول تكثيف جهود دعم مساعي التسوية السياسية في ليبيا. الجيشان الثاني والثالث الميدانيان ينفذان عددا من الأنشطة القتالية ضمن المناورة قادر 2020. وزير الإعلام السوداني يؤكد أن الجيش يعمل على تأمين الشوارع في الخرطوم. الثامنة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا ويدعم قدرتها ومؤسستها الوطنية ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها. كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب ريجيني، حيث جدد الرئيس السيسي في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، حيث تقدم بالتهنئة لكورتس بمناسبة إعادة توليه منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا. وأعرب السيسي عن تطلعه لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية، مشيدا بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أشاد المستشار النمساوي بجهود مصر في مكافحة الإرهاب وبالنموذج المصري الناجح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة قادر 2020، وذلك بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة. تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميدانية عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء. كما قامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط متهمين حول رشوة موظف استقبال بأحد المستشفيات الجامعية مقابل إدراج اسم شخص بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه. وتبين من التحريات أن الشخص المطلوب إدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى خلال عام 2015 قد شارك في ذات التوقيت بعمليات إرهابية، واستخدم تلك البيانات في نفي الاتهام الموجه له في القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة في جدية تحريات مقدمة من أجهزة الدولة. حذر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء من خطورة المساعي التركية التي تسعى لنشر هياكل مؤسسية تحمل ظاهريا طابعا إسلاميا، ولكنها تنطوي في حقيقتها على خدمة الأجندة التركية، والتي تؤدي بدورها إلى هدم صورة المؤسسات الإسلامية في أنظار العالم. وشدد المرصد على خطورة هذا السلوك التركي الذي يضر كثيرا بأوضاع المسلمين في أوروبا ويدخلهم إلى دائرة الصراع السياسي ويجعلهم عرضة لهجوم الأحزاب والتيارات اليمينية الأوروبية. قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إن ما حدث حركة احتجاج محدودة. وأضاف فيصل إن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف دون وقوع إصابات، وأن الجيش يعمل على تأمين الشوارع في الخرطوم، مشيرا إلى أن هناك مساعي لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها.
نفذت الشرطة الألمانية سلسلة عمليات أمنية في كافة أنحاء البلاد ضد أشخاص يشتبه بتخطيطهم لاعتداء إرهابي في البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة في برلين. وأفادت مجلة دير شبايجل الألمانية بأن الشرطة أحبطت هجمات تستهدف معبدا يهوديا ومراكز تسويق في برلين إثر مداهمتها مواقع لخلية إرهابية ينحدر من منتسبوها من الشيشان في 4 ولايات. ونقلت المجلة عن مصادر أمنية أن أعضاء الخلية يجمعون منذ سبتمبر الماضي معلومات عن المعبد ومراكز التسوق، وقاموا بتصويرها من كل الجهات والتجسس عليها. انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.